بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا بكم أعزائي طلبة مدارس فرجينيا الدولية الصف الأول الثانوي. درس جديد من دروس النصوص، مصر مطلع البدور. طبعا الكاتب يبين حبه وتفضيله لمصر على غيرها من البلاد التي قام بزيارتها. محمد صفي الدين الأصفهاني طبعا ينسب إلى بلده أصفهان التي ولد بها، شاعر فقيه شافعي المذهب، من أشهر كتاب صلاح الدين الأيوبي. تمام، يقول: وأنا مبتدئ بالديار المصرية لامتزاجي بأهلها وابتهاجي بفضلها واطلاعي على فضائلها. هو يحب مصر، واطلاعي بفواضلها ودخولي إليها في خدمة سلطانها وخروجي منها بشكر إحسانها ومقامي فيها، أترفرف على محاسنها وأترشف من عذبها وآسنها. عايش الحلوة والمرة في مصر ويرى أنها بلاد جميلة، وأتحلى بعقود جواهرها وأتملى من سعود زواهرها. ومصر مربع الفضلاء ومرتع النبلاء ومطلع البدور وموضع الصدور، وأهلها أذكياء أزكياء، يبعد من أقوالهم وأعمالهم العي والعياء. ما عندهم كلام فارغ وإضاعة وقت، هذا في زمانه طبعا، لا سيما في هذا الزمان المذهب بدولة مولانا الملك الناصر صلاح الدين والدنيا. صلاح الدنيا والدين مع بعض، يعني سلطان الإسلام والمسلمين أبو المظفر يوسف بن أيوب، هذا اسم صلاح الدين. ففي أيامه الزاهرة ودولته القاهرة، القاهرة القوية مش القاهرة المدينة، أشرقت الأرض بنور ربها وهبت الرياح من مهبها، يعني رجع كل شيء إلى مكانه الصحيح، ورفعت مظالم العدل والعلم وخضعت دعائم الجهل والظلم. رفعنا العلم ووضعنا الجهل، واتضح الحق واتضح الباطل، وعز العالم وذل الجهل، كل شيء رجع إلى نصابه الصحيح. طبعا النص أهم شيء فيه هو المحسنات البديعية، امتزاجي وابتهاجي، اطلاعي واطلاعي، أترفرف أترشف، أتحلى أتملى، مربع مرتع، البدور الصدور، أذكياء أزكياء، كل هذا من قبيل الجناس الناقص الذي يعطي جرسا موسيقيا تطرب له الأذن. طبعا هذا يكثر من المحسنات، لأن الغاية هنا الإمتاع على الإقناع. لا يوجد في هذا النص مقابلة واحدة، رفعت معالم العدل والعلم، مقابلها خضعت دعائم الجهل والظلم، اتضح الحق واتضع الباطل، عز العالم ذل الجاهل، كل هذه مقابلات تبرز المعنى وتقويه. الطباق دخولي خروجي وعذبها وآسنها، كلمتين عكس بعض يوضحان هذا المعنى. أما السجع فهي مليئة بالسجع، وهو انتهاء كل جملة بنفس الحرف، مليئة تماما بالسجع. الازدواج عبارة عن جمل بنفس عدد الكلمات، يعني اتضح الحق كلمتان، اتضع الباطل، عز العالم ذل الجاهل، امتزاجي بأهلها ابتهاجي بفضلها، دخولي إليها في خدمة سلطانها خروجي منها بشكر إحسانها. نفس عدد الكلمات في كل الجمل، هذا عن المحسنات. الصور البيانية، هل هناك تشبيه؟ نعم، مصر مربع الفضلاء ومرتع النبلاء ومطلع البدور، يشبه مصر بهذه التشبيهات، وهو تشبيه بليغ لا يوجد فيه وجه ولا يوجد فيه أداة. الاستعارة،
الزمان المذهب، كأن الزمان شيء وضع عليه الذهب، أشرقت الأرض كأن الأرض شمس، رفعت العلم خضع الجهل، كأن العلم شيء يرفع والجهل شيء يخضع، دخولي إليها في خدمة سلطانها، كناية عن اهتمامه بالسلطان، مقامي فيها أترفرف وأترشف، كناية عن الرفاهية، أهلها أذكياء أزكياء، كناية عن طيب أهلها. إذن سر جمال الكناية دائما الإتيان بالمعنى مصحوبا بالدليل. طبعا مجاز مرسل، موضع الصدور العظماء يعني، وذكر الصدر فهي علاقة جزئية في من علاقات المجاز المرسل. طبعا الأسلوب ليس إنشائيا إنما أسلوب خبري، كل النص أسلوبه أسلوب خبري للتقرير والتوكيد. ففي أيامه الزاهرة ودولته القاهرة أشرقت الأرض، المفروض أشرقت الأرض تكون قدام، هذا تقديم ما حقه التأخير. طبعا الإيجاز رفعت بحذف الفاعل لأنه مبني للمجهول، والإطناب ندرسه فيما بعد. من أي فنون النثر هذا النص؟ هذا النص من الرسائل الديوانية، هذا فن ظهر في العصر الأموي وتطور في العصر العباسي. لماذا امتلأ النص بالموسيقى؟ لأنه اعتمد على السجع، ويعني بالغ في هذا، حتى وإن كان قصده الجمال الإمتاع لا يكون بهذه الكثافة. طبعا ألفاظه سهلة، محسنات بديعة كثيرة جدا، تأثر بأسلوب القرآن، أشرقت الأرض بنور ربها، هذا يعني شيء من القرآن الكريم. لا يوجد أسلوب إنشائي أبدا، الأسلوب كله خبري. طبعا الأسلوب الخبري يناسب الوصف، وهو هنا لا يصف، إنما هو هنا لا يسأل ولا يستفهم، إنما هنا يصف، والوصف يناسبه الأسلوب الخبري. شكرا لكم وإلى اللقاء.